صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 6 لسنة 2022 بتعيينات في وزارة الداخلية جاء فيه. يعين في وزارة الداخلية كل من العميد جاسم محمد عيسى الغتم قائدا لخفر السواحل. العميد عبد العزيز عبد الرحمن الدوسري وكيلا مساعدا للمنافذ والبحث والمتابعة. العميد عبد الله ناصر صقر النعيمي مديرا عاما للادارة العامة للحراسات.